أشدو وأرفع رايتي، أسمو بصون عقيدتي، فلتسمع جمعيتي، عزي فيا دنيا اشهدي، عزي فيا دنيا اشهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ها قد حل فينا مباركا مكرما، وأطل علينا ميمونا معظما، فمرحبا بالعيد الحبيب يوم الحج الأكبر عيد الأضحى المبارك. عودته فينا سعادة، وحلوله فيما بيننا زمان عبادة، فيه نستذكر فضل الله وجزاءه لعباده المؤمنين على تلبيتهم طاعته وامتثالهم أمره، بفداء سيدنا إسماعيل بذبح عظيم. فمن أطاع الله فرج الله عنه الشديدة في الدنيا وبلغه ثواب الآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إنه يوم الحج الأكبر، يوم اجتماع المؤمنين على ما يحب الله ويرضى، يلبون وبالدعاء يجأرون، يرجونه ويسألونه وإياه يعبدون. إنه الجمع على تعظيم حرمات الله بأداء المناسك في البلاد المقدسة والمواطن الشريفة، يطلبون من الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يرزقهم. تسيل ملايينهم حيث سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقفون حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطوفون ويسعون ويبرؤون من الشيطان وشركه، ويجتنبون فعل أهل الأوثان وشركه. إنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي تصلي بإمام واحد إلى قبلة واحدة، ويتلون كتابا واحدا، والرب الواحد سبحانه معبودهم، ببياض يغرق معارج جبال مكة ويملأ فجاجها، ويتجردون من الدنيا وعن بهارجها، فيختلط الأمراء والفقراء والميسورون والمساكين والملوك والسوقة، والأسود والأبيض والأصفر والأحمر، وبدعاء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنه الإسلام يا سادة، إنه الدين الذي أرسى قاعدة التفصيل الصالحة والميزان الدقيق. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فلتهنأ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالانتماء، ولتعتز بكامل الاقتداء، فالقائد الذي شرفنا به هو حبيب الله، وهو أفضل ما خلق الله. فلنكن في كل يوم مجتمعين على تعظيم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب، ولنكن في كل يوم متحدين على تلبية أمر الله رب العالمين. كونوا عباد الله إخوانا، وأنتم تعلمون كيف هي الأخوة في الله، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تكره له الحرام والباطل كما لا تحب أن تلقى في جهنم. أكرم أخاك في حضوره، واحفظ عيبته في غيبته، وانصح له وأشفق عليه، أعنه ولا تعن عليه، لا تظلمه ولا تسلمه للشيطان ولا للظالمين. كن ساعده في أحماله، وصديقه في أحواله، واسلك الدرب إلى الحق معه، فإن اجتمعنا على الحق فمن يجرؤ على سلب حقوقنا؟ إن اجتمعنا على الخير فمن أين يجد الشر طريقه إلينا؟ إن اجتمعنا على توحيد الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين للشيطان أن يفرقنا؟ أمتنا اليوم في حال لا يرضاها المحب ويفرح لها العدو. أراضينا تغتصب من أعتى قوى الناس اليوم، وبيوتنا تهدم على يد من كانوا شذاذ الآفاق بالأمس، وأهلنا يضطهدون في أنفسهم وأعراضهم ولقمة عيشهم. صرنا إلى حال يجلدوننا فيها بتوقيع على ورقة فنألم، وبتهديد جبان من هنا وهناك فنهزم. لكننا عباد الله وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغير الله لن نركع، ولغير ما أمر الله لن نخضع ولن نكون، ولو كنا من المجروحين مع عويل المتألمين، ولا في شتات المهزومين. نحن من أصلاب العظماء وأتباع العلماء، وسنبني عزتنا من ركام، ونرفع راياتنا من الرغام، وسنعيد ما لكل مؤمن في الأرض. عيد مبارك عليك، وأنت فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاهنأ وافرح بطاعة ربك، وكل عام وأنتم بخير. لا إله إلا الله، الله أكبر.